العمل الحر ولا الوظيفة؟ اش بان لكم؟ نبداو على بركة الله. اش قالوا؟ اش قالوا؟ اش قالوا؟ اش قالوا؟ اش قالوا؟ فهاد السنوات الأخيرة ولا عندنا نقاش كبير على شنو اللي حسن، واش الوظيفة ولا العمل الحر؟ واش تخدم في شركة ولا مؤسسة تتخلص في 13 شهر الصالير ديالك، ولا يا سيدي دير مشروع ديالك وتخدم عند راسك؟ ولكن قبل ما نفصلوا في الموضوع ونحاولوا نفهموه مزيان، اش بان لكم؟ شوفوا الناس واش قالوا. اش قالوا؟ كنفضل العمل الحر حيت هكا بنادم كيحس براسو مرتاح، ماشي معليش الخدمه بزاف وتمارة بزاف، حيت الا خدمتي عند بنادم كتقاي تمارة بزاف وكتسني غير الاخر الشهر يسالي وتاخذي فلوس، فهمتي؟ انا كنفضل الوظيفه لان كتحقق لي الاستقرار، ما كنبقاش مثلا لو كان اخترت العمل الحر غادي يبقى دائما مرتبط برهانات ديال الادارات، تمرد عليك ما جيتيش دير كذا شونطاج. احنا مشينا اخترنا الاداره والحمد لله حققنا الامل ديالنا ولوليداتنا. مثلا الا كانت عندك شي اونتربريز ديالك، ماشي هي فاش كتكون خدام عند شي واحد، يعني انت كتجيري الاونتربريز ديالك، كتاخذ القرارات اللي بغيتي، كتخدم انت في راحتك، كيكونوا عندك انت القرارات ديالك. يعني مثلا بغيتي تبدل شي حاجه في الاونتربريز ديالك، بغيتي ماشي فحال كيكون شي واحد فوقك هو اللي كيقول لك شنو دير، هو اللي خايد، هو اللي عنده كل شيء في يدو. العمل الحر بما انك تكون عندك واحد الحريه فين كتقدر تجيري حياتك الشخصيه والاعمال، كتفصل بعكس الوظيفه ولا اي مجال اخر كيطلب منك انك تكون دائما تحت ستريس، ما تقدرش تاخذ امتى كتحس راسك باغي تاخذ واحد الراحه ما تقدرش تطلبها من شي واحد، لكن فاش كتكون نتايا المسؤول على العمل ديالك وكتقدر تكون عندك واحد الوعي بالشنو فوقاش تاخذ الراحه، فوقاش تخدم، فوقاش تشوف ديفلوبي الاعمال ديالك، كتكون عندك واحد القدره انك تفصل. تقدر تكون فيها سالير مزيان اكثر من اللي نكون دايش انايا، خوجي ديالي حيت تقدر ما يصدقش بعد الاحيان لما اختار وظيفه عموميه. اش قالوا؟ كل واحد فينا كيفاش كيشوف الموضوع، كاين اللي كيبان ليه بان الوظيفه عبوديه وبان العمل الحر هو الاستقلاليه، وكاين اللي كيشوف بان الوظيفه هي راحه البال والاستقرار، في حين ان الفريلانسين والمشاريع غير ستريس وصداع الراس. وباش نفهموا الموضوع اكثر جيب لي نعم سيدي واحد كاست اتاي مشحر وبقى معايا، غادي نفصلو في كل راي ونشوفو المميزات ديالو وعيوبه. في العمل الحر انت هو الباترون ديال راسك، ما كاينش اللي فرض عليك شي وقت ولا يحاسبك على شي حاجه، كتفيق وقت ما بغيتي وكتخدم منين ما حبيتي، كتهنى من الفياق ديال 7 الصباح وتزاحم في ترونسبورات باش تلقى راسك تعاوتاني نفس الخدمه بنفس الروتين، وكتبقى تسنى الويكاند يمتى غيوصل باش ترتاح، باش في الاخر الشهر تاخذ واحد السالير فيكس وكتعاود تاني نفس الروتين حياتك كامله، باش تشد واحد التقاعد اللي اصلا ما غتوصل ليه حتى تكون شرفتي ومرضتي. ولكن بلاتي واش بصح في العمل الحر كتفيق وقت ما بغيتي وكتدخل الملايين والملاير وانت مرتاح؟ باش نكونوا واقعيين ونبعدوا شويه من دوك الاوهام اللي تنشروا بزاف، العمل الحر راه حتى هو خدمه، واللي قصدت هنا انه خاصو بزاف ديال الصبر والمجهود، خاصه في السنوات الاولى ديال المشروع، سواء في تعلم المهارات اللي خاصك تتقنها ولا في تاسيس المشروع براسو اللي قد يخدم عليك ويدخل ليك دخل محترم. فاذا كان الموظف كيخدم 8 سوايع في النهار كيرجع لدارو هاني ومرتاح في الويكند، راه الفريلانسر ممكن يخدم 24 على 24 و7 ايام على 7 ايام، واي خطا وقع هو اللي كيتحمل المسؤوليه الكامله ديالو. واذا كانت الوظيفه روتين العمل الحر في بزاف ديال ستريس والريسك، حيت بامكان المشروع هاد الشهر يدخل لك 30000 درهم ويقدر الشهر الماجي ما يدخل لك والو. سوق العمل الحر حتى شي حاجه ما مضمونه. اش قالوا؟ الحاصل حتى شي حاجه ما مثاليه، وكل حاجه عندها مميزاتها وعندها عيوبها. فكيف ما الوظيفه كتفرض عليك توقيت معين وصالير شبه ثابت، فراه كتعطيك شكل من اشكال الاستقرار، والخدمه كتسالى معاك تخرج من باب البيرو. وكيف ما العمل الحر كيعطيك واحد الهامش كبير من الحريه، فراه كيلزم عليك خدمه كبيره على مدى طويل والقدره على التاقلم مع اي وضعيه واي مشكله. ما كايناش حاجه احسن من حاجه، بكثر ما خاص كل واحد فينا يفهم راسو ويلقى شكل عمل اللي ممكن يرتاح فيه. ماشي كاملين تخلقنا باش نتوظفوا، وماشي كاملين قادرين نخدموا في العمل الحر، كل واحد فينا وفين ممكن يلقى راحته. ممكن
ممكن نبدا بالوظيفه حتى نتعلم مزيان وندير مشروعي الشخصي، كيف ما ممكن نبدا بالعمل الحر حتى نلقى الوظيفه المناسبه ليا، وممكن كاع نجمعهم بجوج، علاش لا؟ ايوا انا هادشي اللي بان ليا، وانتوما اش بان ليكم؟ شاركوني في التعليق الاراء ديالكم، واش قلتوا انتوما مع الوظيفه ولا العمل الحر؟